بعد أن كتبنا الكود ها هنا وأردنا التنفيذ سوف نضغط Start. طبعا احنا هنا كتبنا الكود لأن هو بالليبل، شوف نضغط ضغطة واحدة عليه، انتبهوا اللون هسا مالته شنو، بالضغط ضغطة واحدة أصبح أزرق. أوكي، هل هذا الرقم يفرق؟ خلينا نجعله 9 ونقول له Run. نذهب هنا نضغط ضغطة واحدة أصبح أزرق طوغ. خلينا نخلي 15 أصبح أبيض وهكذا. لكن انتبهوا مو كيف نخلي أرقام، لنفرض خلينا 22 رأسا طلعني إيرور، يقول لي إنه ماكو هيجي، إحنا الحد الأعلى اللي هو طبعا هو 20 رقم، فلهذا يعني يتقبلها، فلهذا أكثر من 20 ما راح يتقبل وراح ينطيك إيرور. أوكي، هذا بالنسبة لخصائص اللون. أيضا لدينا العديد من خصائص الخط المستخدمة، مثل قبل شوية اللي شفناها بالفونت، سأروح لها، هذا هو الفونت، الضغط عليه. طبعا شفنا هنا اللي هي الفونت بولد، اللي هو أيضا عندنا الفورماتيك إلى آخره، هاي كلها عبارة عن خصائص موجودة بالفون. أيضا خاصية الفيزيبل اللي هو الظهور، وهذا طبعا متوفرة أثناء عملية التصميم وعملية التنفيذ، أثناء عملية التصميم وعملية التنفيذ. هو الغرض من عدها إيش؟ الغرض من عدها اللي هي هاي، الغرض من عدها أحيانا نريد أن نخفي بعض الأدوات وأن تظهر بعضها تبعا لطبيعة برنامجك، هذه الخاصية تمكنك من عمل ذلك. فمثلا إذا كانت هنا هاي الخاصية هو سترو، إذا معناته أوكي نعطي إمكانية، لكن هنا الفولس راح يجعله غير ممكن استخدامه. طبعا يجب أيضا كتابة كود، شوف هذا الكود text one visible يساوي false، هاي بمعنى آخر إنه هنا أنا أريد اختفاء خانة النص بالنسبة text box. أما إذا جعلنا على true راح يؤدي يعيد إلى إظهاره. طبعا هاي الخاصية أو هذا التأثير لا يظهر، هذا التأثير هذه الخاصية إلا عند تشغيل البرنامج. طبعا هناك الكثير من الخصائص سوف نتعلمها تباعا، لكن الآن راح نذهب إلى مراحل كتابة البرنامج. أنت شلون تريد تكتب البرنامج؟ أنت على أي أساس راح تكتبه والصيغة وتسويه؟ لأن عملية التصميم تعتمد على فكرة البرنامج الذي ترغب بعمله. فإذا الخطوة الأولى يجب أن نحدد فكرة البرنامج. طبعا تبدأ العملية التصميم من حددنا الفكرة وخلينا بعقلنا مجموعة من الأسئلة وشو راح ننفذها، وراها لازم نضبط الخصائص. بعد أن تضع هذه الأدوات اللي قبل شوية شفناها اللي هي هاي، بعد أن نضعها على هذه النافذة تأتي مرحلة تحديد سلوك هذه الأدوات، بحيث توجد لكل أدوات مثل ما شفنا قبل شوية نافذة برنامج اللي بها الخصائص البروبرتيز، هاي راح تحدد شكلها ولونها وخطها وإلى آخره وشنو فعالياتها. بعدها نبدأ كتابة البرمجة writing code. أوكي، الآن أنا بالنسبة إلي أريد هسة نسوي فد برنامج بسيط. البرنامج اللي حنسويه برنامج حسابي بسيط، نتعرف من خلاله على استخدام أداتي صندوق التكست بوكس والليبل والكوماند بوتون. مشروعنا إننا نفترض نريد أن ننشأ برنامج يقوم بإيجاد حاصل ضرب عددين. أوكي، شلون نفكر به؟ احنا مثل ما قلنا الخطوة الأولى لازم نفكر كيفية تصميم هذا البرنامج. احنا نقول
عملية هي عبارة عن حاصل ضرب عددين. احنا بالاعتيادي شو حنقول مثلاً؟ 4 في 2 يساوي 8. اوكي، شو سويتها؟ كتبت العدد الأول. اوكي، أنا العدد يجب أن أقوم بإدخاله في برنامج الفيجوال بيسك. بين قوسين إذا أحتاج فد أداة تمكنني من إدخال القيم، لهذا سوف نستخدم تكست. تكست 1 راح يستخدم لإدخال قيمة الأربعة، وراح أستخدم تكست 2 لإدخال قيمة الاثنين، وراح أستخدم تكست 3 لإخراج الناتج. أوكي، بعد أحتاج إيش؟ بعد أحتاج خلينا نقول خانتين أو أي شيء بحيث أقدر أضع بيها الـ X اللي هو عملية الضرب والمعاملة والمساواة. أوكي، احنا قبل شوية ايش قلنا؟ عندي فد أداة اللي هي اسمها label. هاي الأداة ممكن أخلي بيها النص أو الكتابة أو الاسم أو إلى آخره. فبالتالي إذا أحتاج كم label؟ هحتاج 2. الليبل الأول اللي هو حيكون هذا، هذا label 1، وهنا ده راح يكون label 2. label 2 حتى أضع به المساواة، وهنا حتى أضع به علامة الضرب. أوكي، هسه احنا صممنا، بس أوكي وين الباور اللي حينفذ هذا البرنامج؟ نحتاج إلى ما يعرف بأداة الكوماند بوتوم لعملية التنفيذ. أوكي، صار كأنه نفذناه احنا على الورق، راح نجي ننفذه على البرنامج. قلنا نحتاج 3 تكست، هذا هو التكست، هذا التكست الأول. طبعا نقدر مباشرة نخلي نغير بالخصائص. التكست الأول أشيل كلمة تكست حتى أقدر هنا ينضاف الرقم ويظهر بشكل جيد، فمباشرة أشيله من هنا. أيضا أقدر مباشرة أذهب إلى مثلا الفونت حتى أكبر بحيث من يطلع الرقم يظهر أوكي بحجم كبير. أيضا نسوي له بولد ولا أوكي. هاي خلصنا المن بالنسبة للتكست رقم 1. طبعا أقدر ألونه إذا أنت تريد بإضافة لون، طبعا شلون أضيف لون؟ بإضافة باك كلر. مثلا أنا أريد أضيف لون، أوكي زين. هسا كملت هذا التكست 1، هسا أحتاج تكست 2، خليه هنا. أوكي، حاول نسوي نفس الحجم. هسا هذا التكست 2 أيضا نفس الحالة، مباشرة حروح على تكست، كلمة تكست، حتى أشيل الكتابة. أوكي، أيضا أروح على الحجم الفونت، حتى تظهر الكتابة عند هنا. هسا نروح وين؟ نضيف التكست الثالث لأغراض استخراج الناتج. هذا هو هنا الناتج راح نستخرجه. أيضا نذهب إلى تكست، خلصناها. هسا ايش نحتاج؟ نحتاج هسا عملية الضرب والمساواة. نذهب إلى ليبل مثل ما اتفقنا ونضعها، وهمين أوكي نشيل هذا.
نضع بعلامة الضرب، نحاول نكبر الخط مالتها. اوكي هاي، ونقدر ايضا قلنا من خلال الالاينمنت نحاول نضعها السنتر، وضعناها. هسه شو احتاج؟ عملية المساواة لوضعها. تكست اخر، نضع المساواة، نذهب الى الفونت، هذا الفونت، ايضا نذهب الى الالاينمنت ونضع السنتر. اوكي الان نقوم بعملية وضع الكوماند. طبعا نقدر ايضا نغير تسمية مالته، نسمي بهذه التسمية. اوكي الان كيف نستطيع كتابة الكود؟ نكتب الكود هنا في الكوماند بالضغط عليه دبل كليك، سوف نتحول مباشرة إلى شاشة كتابة الكوماند. طبعا شاشة كتابة الكوماند تشوفون هنا المؤشر هنا راح نكتبه، وشون نتأكد انه احنا موجودين بشاشة كتابة الكوماند؟ مثل ما تشوفون هنا كوماند 1/click. اوكي نجي نكتب، بس هسه شلون راح نكتب الكود؟ شلون راح نكتب الكود؟ نتخيل هو وين الناتج راح يظهر؟ راح احنا اول شيء شنو عندنا؟ عندنا تكست 1 لادخال القيمة الاولى، عندنا تكست 2 لادخال القيمة الثانية، وعندنا تكست 3 لاخراج الناتج. الفيجوال بيسك يجب ان تكون عملية يعني مكان الاخراج الناتج هو البداية، فاحنا قلنا وين حيخرج الناتج؟ بالتكست 3، فلهذا ايش راح نكتب؟ اذا تكست 3 دوت تكست. اوكي هذا خلصنا مكان خروج الناتج. طبعا طلاب لازم تنتبه، انت شنو الارقام الموجوده؟ يعني تكست 1 تكست 7 لازم تنتبه، لان اذا كتبت تكست بالخطا راح يخرج الناتج مثلا بالتكست هذا اللي هو خطا، واللي يجوز هو انت المفروض هذا انت مدخل به قيمه وليس لاخراج الناتج، او يجوز اصلا ما موجود هيك رقم، فلازم تنتبه، لان انت اذا مسحت تكست او ليبل او بيكتشر بوكس او الى اخره وعلى نفس الفورم من جد تخلي واحد راح تلقيه بغير تسميه، يعني الاول راح اللي انت حذفته راح يظهر تكست 2، فلازم ننتبه. المهم فهسه كتبنا احنا تكست 3 يساوي منو اللي حنضرب؟ القيمه الاولى الموجوده بالتكست 1، فاذا بالتالي تكست 1 دوت اللي هو الامتداد تكست مضروبه في اللي هي تكست 2 دوت تكست. كتبنا الكود، هذا الكود هسه انكتب. اوكي هسه نريد ننفذ، راح نرجع هنا حنقول له نفذ. هنا راح ندخل القيمة الأولى، وهنا راح ندخل القيمة الثانية، ثم نضغطها هنا استخرجنا الناتج. طبعا مثل ما شفنا هو يعني شيء جدا بسيط جدا بسيط، العملية كتابة الكود بسيطة إذا افتهمنا الفكرة اللي احنا دا نشتغل على أساسها.
افتهمنا خطوات كتابة البرنامج. شنو الخطوة الأولى؟ طبعا هي نفسها كتابة خطوات البرنامج، طبعا هي أكيد حياتك الشخصية من أنت تجي السلسلة الآن اليوم حسوي واحد، حسوي شغلة فلانية اللي هي اثنين ثلاثة نفس الحالة. فبالتالي إذن لازم تتعلم شلون تصير البرنامج ومن حتكون الخطوة الأولى والخطوة الثانية. أوكي زين، هسه لنفرض انه احنا طبعا هاي بالنسبه لعمليات الضرب. زين، هل اقدر سدين هسه طبعا من هنا هسه توقف التفعيل. زين اوكي، اقدر اسوي قسمه يعني هسه هذا اقدر اسوي مثلا قسمه على نفسه او مثلا عمليات الطرح راح يتاثر او الى اخره. فشلون طلاب راح نشتغل على أساس عملية الجمع، بس انتبهوا عليها إن هي نفس القسمة، يعني الضرب والقسمة ما بيها مشكلة، بس يعني نفس صيغة الكود. الاختلاف حيصير بعملية الجمع، فننتبه عليها. طبعا أكيد لازم الخطوة الأولى نغير التصميم، يعني هنا أنا لازم نشيله بالنسبة لهذا، لازم أخليه جمع. أوكي نذهب بس هنا طبعا هاي شو راح اخليها؟ راح اخليها عمليات جمع. انتبهوا على اللي راح يصير عند التنفيذ. المفروض ان من حكتب رقمين مفروض هي تنجمع. هسه راح اقول له اوكي نفذ ران، اجي هنا حكتب واحد زائد واحد ايش قد يساوي؟ مفروض اثنين. بعد ايش قد كتب لي؟ كتب 11. ليش؟ عملية الجمع هنا غير شيء، هنا عملية الجمع غير شيء. نسد البرنامج ونفهمكم. هنا كأنه وضع صورة، لأن الجمع هو جمع صورتين، يعني رمز الجمع في الفيجوال بيسك يستخدم لدمج جملتين كود إلى آخره. لذلك في الفيجوال بيسك عند عمل كود لعملية الجمع لا يختلف شوية عن الكود اللي قبل شوية سويناه. شوف إيش الاختلاف إيش راح يصير هنا. أنا حتى أفهم إنه هذا الزائد هو عملية جمع حقول له أوكي يعني هذا هو عبارة عن value. أوكي value اللي هو text one dot text زائدا الفاليو القيمة الثانية التكست 2. اوكي هسه خلينا نجرب، هنقول له اوكي ران. هالمرة ايش راح اقول له؟ ايضا واحد زائد واحد شنطاني انطاني اثنين. هسه افتهم البرنامج انه اوكي انت ماذا تريد تجمع صورتين، انت تريد تجمع قيمتين، وذلك من خلال وضع ما يعرف ايش بالفاليو. اوكي هذا بالنسبه هسه للسؤال الاول. طبعا شلون اقدر احفظه؟ اكيد هسه انا حقول له سيف. وين تريد انت سيف؟ اريد اسيفه اوكي مثلا على الديسكتوب، اريد اسيفه على الديسكتوب. حددت هسه انا هو موجود على الديسكتوب وراح اقول له ايش؟ حقول له سيف. اوكي نيجي نكمل مثال اخر نحاول نسويه. ايضا المثال اللي اريد هسه اسويه صمم نموذج يعمل على حساب مساحه دائره. اوكي اذا نفس الحاله بالبدايه لازم نفكر احنا شلون نريد نحسب ونخطط لهذا البرنامج. اول شيء لازم نتذكر هو قانون نصف الدائره ايش. اوكي قانون نصف الدائره هو ايش؟ احنا القانون اللي نعرفه اللي هو خلينا نقول مثلا القيمة
أوكي مرفوعة، آسف أنا أكو مشكلة. القيمة تربيع مضروبة في من؟ في باي. أوكي إذن على الأساس راح ننفذ البرنامج. زين أنا عندي قيمة هنا أنا راح أدخلها، بما أنه أنا عندي قيمة أقوم بعملية إدخالها، إذن أنا أحتاج تكست. هذا تكست 1. زين حتقول لي اوكي مو انا احتاج الباي، اقول لك هنا أنا ممكن اني الباي هذا اخليه داخل الكود واخلص. ليش اخلي اكثر من تكست؟ اقدر اني اتلاعب واسويه بشكل جميل، فبالتالي ليش اضيف تكست 2؟ فلهذا اوكي هسه هذا التكست راح يكون المن للقيمه. نجي حتى نسوي جمالية للبرنامج، أنا أريد أفهمه اللي بده يشوف هذا البرنامج، هذا البرنامج شو يسوي؟ راح أكتب هنا نصف القطر. أوكي، شو أحتاج هسه أنا؟ أحتاج تكست لاخ لعمليات الإخراج. تكست 2. أوكي، هسه أنا خلصت، عندي تكست لإدخال القيمة وتكست لإخراج القيمة، وهنا هذا الليبل فقط عنوان، هذا الليبل هو عبارة عن عنوان، هذا عنوان. أوكي المهم عنوان. زين أنا هسه أحتاج الكوماند بار اللي هو مثل ما قلنا مفتاح الطاقة اللي على أساسه أقدر أنفذ، فأقدر أخليه هنا وأكتب عليه برنامج ايش؟ لحساب او لحساب نصف القطر. زين اوكي، ما اقدر يا ترى اخلي بهذا يعني بالاخراج، هل اقدر اخلي ليبل؟ طبعا شوفوا الاخراج من الممكن ان يكون ليبل، الاخراج من الممكن ان يكون ليبل، ماكو مشكل، بس احنا بشكل عام نفضل التكست لعمليات الاخراج. هسه احنا سوينا التصميم الاولي، اوكي هسه خلينا نروح هناك خلينا ننفذ. هاي موجوده هسه امامنا، بس اسف طلاب حتى هنا نجي اوكي هسه هذا تكست 1 وعلى السريع راح مباشره مثل ما قلنا هذا اوكي نشيله. هسه شو احتاج انا؟ احتاج يمه هنا ليبل مثل ما قبل شويه صممناه، فاذا نجي نسوي ليبل هذا اوكي هذا ليبل، ايضا نشيل هذا من هنا ونكتب المفروض نصف القطر. اوكي طبعا هنا مرات من يصير هاي الحاله معناته انه طبعا هنا تشوفوه هنا بده يكتب لغه عربيه صحيحه نصف القطر. اوكي هنا لكن هنا ايش بده يطلع؟ هنا بده يطلع ربش، معناته انه اللغه العربيه من الصبع عندك بشكل كامل. فالمهم مثلا هو radius، فلهذا نكتبه مثلا r سوري يعني على مود الوقت. نجي هسه هنا انا اريد استخراج القيمه، فراح تكون ها هنا، وايضا نشيل كلمه التكست ونضع الكوماند اللي هو هذا، راح نضعه هنا، وايضا نكتب هنا ورا من وخر هذه نكتب برنامج لاحتساب نصف القطر. لكن للسرعة لكي لا تكون المحاضرة طويلة، فراح نكون هنا هسه هو اوكي هذا هو هسه احنا سويناه. اوكي هسه ايش لازم شو اخلي؟ لازم اخلي الكود الموجود لاحتساب، فراح وين اروح على كلمة المساحة دبل كليك، شوفوا حشوفوا هنا هذا هو الكود. بالبدايه ايش كتب اني؟ الباي عرفته اله ترى الباي هو عباره عن 3 عدد صحيح و14. نجي هسه نكتبه. انا مثل ما علمتكم لازم بالبدايه ايش اكتب؟ اكتب مكان تخريج القيمه ومن ثم المساواه، فلهذا مكان تخريج القيمه حسب مالتنا اسبوع عند الضغط عليه هو هنا حنخرج القيمه هو التكست 2، فبالتالي اذا هنا إذا هنا text2.text يساوي لنا
الفال هنا لازم اخلي ما دام انا حرف ا لاوز لازم اقول له ضرب بين قوسين تربيع مضروبه به من الباي اللي قبل انا عرفتها اله لو ما معرفها اله كان حيظهر عندي خطا. اوكي خلينا نشوفكم شلون حيظهر هذا الخطا. خلينا نشوفكم هسه حقول له اوكي تعال ننفذ. حقول له يا ب مثلا هي 5 حقول له حينطيني صفر لانه ما يعرف شنو الموضوع. فاما اذا رجعت هسه مباشره هنا وقلت له اوكي انطاني قيمه نصف القطع. ان شاء الله طلاب تكون المحاضره مفهومه ونلتقيكم ان شاء الله قريبا بالمحاضره الثانيه.